بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن شوية فنيات بالنسبة لمحصول الطماطم أو نبات الطماطم المزروع تحت البيوت المحمية، برجاء بس إن حضرتك تسمع الفيديو للآخر عشان تقدر تحصل معلومة من مصلحتك. أنا لو من مصلحتي أقول لك اعمل لايك وشير، أنا لعمري في أي فيديو لا قلت لك اعمل لايك ولا شير، بس عشان تاخد معلومة كويسة اسمع الفيديو للآخر، ربنا يهديك. شوية الفنيات اللي قدامنا ده هم إزاي تدير النبات من أول ما بتشتري البذرة لحد ما بتطلع المحصول بتاعك وتشوف التارجت بتاعك، جبت محصول كويس ولا ما جبتش محصول كويس، إن كان جودة ولا إن كان كمية. تمام، أول حاجة يا جماعة تربية النبات. أولا النبات مجرد ما بنزرع الشتلات وبيستقر الشتلات تمام التمام، بنبدأ نحط الخيط بتاعنا على بداية من الأسبوع الأول يوم السابع ليوم الثامن، بحيث النبات ما يترماش على الأرض مني وأقعد أقوم النبات، بدل ما هو يكون قائم ورأسي ألاقيه نام على الخطوط، ولما اجي اوقفه يتكسر مني، او حتى بيطبع نفس الورق بيطبع بتلاقيه طالع لفوق والنبات شكله للاسف الشديد مش كويس خالص. اذا فنلحق عمليه اللف والنبات ما زال قائم بعد الشتله، دي اول حاجه. طيب التربيه بربي على فرع واحد ولا فرعين؟ على حسب الكثافة النباتية اللي عندك. في ناس الكثافة النباتية عندهم أساسا عالية، زي أنا عندي في البيوت اللي قدامك ده همت الزارع خطين على المصطبة أهو، تمام. فبالتالي أنا ببدأ، خلي بالك من الصور وإحنا ماشيين بنتكلم، هبدأ أتلاقيني زارع خطين، وعشان كده مربي على ساق واحد. الساق الواحد اللي انا مربي عليها دي يا جماعه مربيها على خيط. في ناس بتحط كليبس ايا كان، ما عندناش اي مشكله خالص، وان كانت الكليبسات ساعه ما بعد ما بيخلص المحصول وبنبدا نخلع الطماطم بتعلنا مشاكل، بالاضافه الى سعرها بيكون غالي شويه. بعد كده عندي عمليه خف الثمار يا جماعه، شايف الثمر عليها قد ايه؟ شايف الثمر عليها قد ايه؟ العمليه دي فايدتها ايه؟ يعني الاوروبيين دايما بنشوفهم بيقصوا او بيخفوا الثمار، احنا عندنا بنخف الورق بنخف الكلام ده، بس بنخف الثمار لا، ده كله بيقول لك انا ما عنديش ثمار. شوف يا سيدي، هو بيجي على مثلا الكلاستر عنده في 10 حبيات طماطم، تمام، عنده 10 حبيات طماطم في الكلاستر نفسه، تمام، زي ما اللي قدامك ده، تمام، عنده مثلا 10 حبيات طماطم، فال10 حبيات على الكلاستر لو الواحده الوزن بتاعها هيوصل 200 جرام، ب 10 10 في 200 بكام؟ ب 2 كيلو، عمرها ما تحصل، هتبقى صعبه شويه. طيب بنيجي احنا بننتخب 6 حبات او 7 حبات كويسين، تمام، وبنقص العنقود بعدهم، بنقص بقى ما نسيبش غير 6 او 7، يعني معاك من 5 لحد كام؟ لحد 7، تمام؟ طبعا الاوروبيين بيسيبوا 5 بس، تمام؟ العمليه دي فايدتها ايه؟ اولا عشان نطلع كواليتي كويس، جوده الثمره نفسها لما يكونش في تزاحم، زي ما بنخف العنب كده، بنيجي بنغطس العنب في جبريليك اسيد وبنخف العنب، تمام؟ كذلك الطماطم بيخفوها وبيخلوها 5 بس 6 بس 7 بس زي ما تحب، تمام؟ وبيقص بقيه الزهر، بس امتى العمليه دي تحصل؟ بعد ما يحصل اكتمال العقد، بقت عندي حبايه زي حبايه الطماطم زي حبايه السبحه كده او حبايه الفول، ابدا هنا مش اخف ظهر بقى لان الظهر لسه اساسا ما عقدش، تمام. اللي يخف الظهر ده هتقول لي انت مجنون، اه طبعا انا مجنون لو خفيت ظهر، تمام. اذا فانا بسيب مجرد ما اتاكد ان عمليه العقد تمت واصبحت الثمره في حجم حبايه السبحه او حبايه الفول كده، بنبدا بنبدا نشيل اللي خف الثمار. خف الثمار ده عشان اطلع جوده كويسه رقم واحد، والاهم كده ان انا انظم الثمار على الساق، بحيث الساق عندي تكون ايه؟ بحيث الساق عندي يا جماعه تكون غليظه من فوق، ما تكونش ساق رفيعه، تمام؟ دي لو قدرت انظم واخف الثمره من الاول للاخر الاقي الدنيا عندي كويسه خالص، تمام؟ تمام. طيب بعد كده عندي عملية من أهم العمليات، وهي خلص بقى يا عم كفاية كده على الإيه؟ على الثمر، تمام؟ يبقى عرفنا الثمر ظروفه إيه.
عملية الورق يا جماعة، بنخف الأوراق عندي. الأوراق المفروض بنخفها إمتى؟ بداية ما يحصل بداية تلوين للأول كلاستر من فوق التربة مباشرة، بنبدأ في الحتة دي نخف الأوراق. نخف الأوراق أو نقلم الأوراق. بنقلم الأوراق ليه؟ بنقلم الأوراق علشان نعمل إضاءة كويسة، تمام؟ طيب، لو عملنا إضاءة كويسة يبقى عملنا تهوية كويسة، تمام؟ طيب، لو حصل في إضاءة كويسة وتهوية كويسة، إذا مفيش أمراض فطرية هتجيلي في الوقت ده، هو وخصوصا في فصل الشتاء اللي بتبقى المية كتيرة في البيت المحمي والرطوبة بتبقى عالية جوه، تمام؟ طيب، هيبقى فيش أمراض فطرية، هيبقى مفيش فطريات من الخضرة اللي هي بتعمل إعاقة لتنفس الجذور، تمام، وتبادل الغازات من بره للجذور، لأن الجذر بيتنفس زيه زي أي بني آدم، ما هو كائن حي يا جماعة، تمام؟ طيب، بعد كده حضرات، بعد كده بعد ما بس لما نقص الورق، خد بالك من الحته دي، لما نقص الورق ما نقصش ما نعريش الثمار، لا، نسيب تحت الثمر او تحت البرج الاولاني، نسيب ورقه، تمام، نسيب ورقه تحت العنقود. طيب، لو لقيت اول ثلاث او اربع كلسترات او عنائيد، تمام، ابتدوا يسووا كلتهم مع بعض، وفي مرحلة بسموها مرحلة اكتمال النمو. مرحلة اكتمال النمو دي لا يمكن يحصل زيادة في وزن الثمار ولا الحجم، هي خدت الحجم المظبوط والوزن المظبوط. طيب، يحصل ايه؟ يحصل تغير للصبغات، بس بدل ما هي خضرة هتبص تلاقيها ابتدت تبقى لونها ايه؟ ابتدى يبقى لونها ايه؟ احمر، تمام؟ بس يبقى لونها احمر. طيب، في الحاله دي انا بقى ايه، انا بشيل الاوراق، ما عاد لهاش لازمه اساسا، لان كده كده الثمار هيتغير اللون بتاعها، وانا اصلا كده كده بيبقى عندي في تظليل، لان الشماريخ دي بتكون تحت، بيبقى عندي تظليل، تمام. طيب، بعد كده يا جماعه عمليه الله يصلح حالك، شايف الرجاله عندي بتعمل ايه، شايف الرجاله جوه بتعمل ايه؟ اول ما يحصل عندك، شوفوا النبات صغير اهو، تلف على طول ودورة مباشرة لأي نبات يحصل عندي أي أفرع جانبية، أي فرع جانبي، في ناس بتسميه سرطانات، أي إن كان، يعني أي فرع جانبي بنشيله مباشرة. ليه؟ لأن الفرع الجانبي ده لما بيطلع يا جماعة، الجدر معروف ليه سعة امتصاصية معينة، بيطلع أكل معين، تمام؟ طيب، الأكل ده لو عندي ثلاث أفرع جانبية او اربع افرع جانبية بجوار الفرع الرئيسي اللي انا مربي عليه على الخيط اللي قدامك ده، تمام، يبقى كده الافرع دي شاركة الفرع الرئيسي. اذا الفرع الرئيسي هل هيكون غليظ او تخين؟ لا طبعا، هيكون رفيع، يبقى انا كده ابتديت اخسر الغذاء بتاعي، تمام. طيب، العملية دي يا جماعة لازم تبقى العملية دي دورية، كل 3 أو 4 أيام على حسب مستوى التغذية بتاعتك وخصوبة التربة، لأن في تربة أساسا خصوبتها عالية والإضافات اللي احنا حطينا قبل الزراعة عالية، فبالتالي النبات بتلاقيه بيجري معاك، إذا فلازم أنت تلاحق عليه زي الرجالة دي ما بتلف كده، يلف على طول، يقص الأفرع الجانبية ويلف على طول علشان ما يحصلش عندي مشاكل بالنسبة للساق وتصير الساق إيه؟ رفيعة، تمام؟ طيب، الشباب زي ما انتم شايفين كده، احنا دلوقتي في وقت الصيف، طبعا بيختلف عن وقت الشتاء. وقت الصيف يا جماعة الحرارة عالية والنمو بيكون عالي، اذا فانا لازم كل يومين والتالت او كل 3 ايام الرابع بالظبط انزل الف على طول، تمام. الشتاء ممكن اقعد اسبوع ما عنديش مشكل خالص، ليه؟ الجو برد وحركة النبات نفسها بتكون حركة بطيئة وبطيئة جدا، تمام. ما تنساش حضرتك بعد ما بتخلص كده
المفروض بترش رشة فطري علشان الشباب ابتدوا يقصوا بالمقصات وابتدوا يجرحوا في النبات، قد تتعرض لحاجة زي البتريتوس أو الفطريات أو بكتيريا أو أيا كان، لأن النبات أصبح كله في مشكلة بالنسبة للتجريح، بالإضافة لأي ورقة زي اللي أنا قطعتها دهية المفروض نقطعها مباشرة وما نخليش أي حاجة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.